وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذا ماذا؟ إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب: لا. فقالوا له: من أنت؟ أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به. ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه. أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. في أحد أسفار العهد القديم وسفر التثنية يتحدث عن نبي آخر الزمان، ويقول أن هذا النبي يخرج من جبال اسمها جبال فاران أو جبال باران، وهم لهم قاموس للكتاب الذي يتعاملون معه، العهد القديم والعهد الجديد. يقول: جبال باران وجبال فاران هي جبال مكة التي أودع عندها إبراهيم عليه السلام زوجه هاجر ورضيعها إسماعيل. هذا في ترجمة هذه موجود. نعم موجود عندهم. يعني نبي آخر زمان يعني آخر الأنبياء، يخرج من جبل فاران إلى قرب تيمة، وتيمة أقرب مدينة كبيرة لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسألته: من نبي خرج من جبال مكة إلى قرب تيمة إلا محمد صلى الله عليه وسلم؟ اندهش الرجل. قلت له: طيب، وبعد كده يقول ايه؟ ثم يعود الى جبال باران في 10,000 من القديسين. فتح مكة. فتح مكة. وهذا لا يزال موجود عندهم، بالرغم من كل ما تعرضت له هذه الكتب من التحريف والتزوير لك ان تتخيل، يعني نقلت من لغة الى لغة الى لغة الى لغة، ودونت بعد ان نقلت مشافهة لعشرات السنين، بل عشرات القرون احيانا. هذا بسفر التثنية. التثنية، نعم. جميل. وبعدين ليس هذا فقط، في أحد المزامير المنسوبة إلى داود عليه السلام، والمزامير عبارة عن ابتهالات إلى الله سبحانه وتعالى، وداود كان كثير الابتهال إلى الله، فيقول، وهذا النص موجود عندهم إلى الآن، يقول موجها الحديث إلى الله سبحانه، يقول: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. بهذا النص بكى كما جاء في القرآن الكريم. جميل. طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. حينما ترجم هذا النص إلى اللغة العربية لم يتحملوا أن بكى وحج اعترف بالإسلام. صحيح. فغيروها في النص العربي، وعلما بأن هذا النص في كل لغات موجود إلا النص العربي. يقول: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألته: هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال: لا. هل حج بيتك أو طرق بابك ترجمة دقيقة لحج بيتك؟ قال: لا. هذا موضوع يعني هام جدا، أن لفظ بكة موجود فيه. طبعا، يعني كما قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم. هذه اللفظة لا تزال موجودة في كتبهم إلى اليوم، وفي سفر من أصفر المزامير مزمور رقم 84 في العهد القديم يقول على لسان داود عليه السلام: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. في الترجمة العربية، وهذا موجود في كل اللغات،
العالم. الترجمة العربية لم يتحملوا أن يبقى حج وبكة كما جاء اسمها في القرآن الكريم، فحرفوا ذلك إلى طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى طرق بابك في وادي البكاء. فسألت الرجل هل وادي البكاء ترجمة دقيقة لبكة؟ قال لا. هل ترجمة طرق بابك دقيقة لحج بيتك؟ قال لا. قلت أليس هذا تزوير؟ قال بلى تزوير. قلت له تؤمن بدين مزور؟ قال لي دعني أفكر. فقرأت عليه الآية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الله. مهما حرفوا ومهما زوروا ومهما بدلوا وغيروا سيبقى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتبهم رغم أنوفهم، وهذا من معجزات القرآن يعني الكريم. يعني مثل هذه الألفاظ حج. نعم. يعني يقينا أن لها ترجمة في اللغات. كلمة بكة هل هي موجودة بكة؟ بكة كما هي BACA موجودة بكة بنفس اللفظ ليست ترجمة. In the Bible, it's the Old Testament, Solomon chapter 5, verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazara'i baine Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? Word, it means he's most sweet. He's altogether lovely. He's my beloved. He's my friend. O daughters of Jerusalem. This is a complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says, Hikkumam mitakim vikulli Muhammadim. Muhammadim, in the Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. So same thing to the name Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, they add im. And it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions, including Bible. And as I mentioned earlier, that not only is he mentioned by name, he is even prophesied in various different parts of the Bible. He's prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In Song of Solomon, chapter 5, verse 16. He's also prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. In several places, sister. Nation of Song of Songs 5:16. It finishes the description by saying, he is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillat. Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of four letters. Mem. Het. Mem. Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew-English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. So how we're going to know for sure if it's pronounced as Muhammad, the Muslim prophet, or as Mamad, a random Hebrew word? The only way is to give the verse to a rabbi and say to him, please read. Here is the Song of Songs 5:16, and how it is read by a rabbi from a Hebrew-Jewish site. Please notice, the im in Hebrew
is a plural of respect. حكو ممتكيم وخلو محمدين زادو دي وزرعي بنوت يروشلايم حكو ممتكيم وخلو محمد زادو دي وزرعي بنوت يروشلايم. حكو منتكين وخلو محمدين زادو دي وزرعي بنوت يروشلايم حكو منتكين وخلو محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون.